وأنا الحمد لله يعني حققت من الشهرة اللي أنا حبيته، وما زالت الحمد لله أنا أحس لوقت هذا الحب اللي الناس الدنيا ما زال متواصل معايا لهالحين. وكونت أسرة، أولادي اللي الله يحفظهم لي، إني أشوف إني مهما كانت المرأة كيف ما كانت فين ما كانت في أي منصب، حتى لازم استقرارها الطبيعي النفسي توازنها في حياتها، إنها لما توصل لسن معين لازم يكون لها أسرة، لازم يكون لها أولاد. ده الوضع الطبيعي في أي مهنة تكون. فأنا أحس إني حققت الاثنين، إني حققت حلمي لحد ما، وكمان صار عندي أسرة. في ناس كتير قالوا له أنت تزوجت فنانة مثلا، ما نظن إنه حياتكم حتستمر مثلا أكثر من إذا كترتوا 3 شهور 6 شهور سنة بالكثير، لأنه حتحن وترجع. لكن مسيرتي أو حياتي معه استمرت حوالي 30 سنة، وأنا حسيت إنه الحمد لله أنا حققت اللي أبغاه، وإن شاء الله أني أكمل مسيرة حياتي مع عيالي ومع أولادي وعندي أحفادي برضو. فأحس حب الناس موجود كأني أنا موجودة على الساحة، ففي معادلة أنا حققتها حلوة والحمد لله. يعني مع أنه قرار الاعتزال ما زلت لهالحين أعاتب عليه، أنت كيف تعملي زي كده؟ أنت ليش سبتينا ورحتي وحرمتينا من صوتك؟ ليش سويتي كذا؟ يعني لهالحين كل ما ألقى أحد قد ما هم مبسوطين يشوفوني إلا ليش؟ لكن أنا عمري ما ندمت على هالقرار الحمد لله، لأنه أنا عشت مع زوجي حياة جميلة، عشت مع إنسان احترمني، احترم حياتي معه، هيأ لي كل سبل الحياة الطيبة، إنسان عوضني عن، يعني عمري ما حسيت بالغربة معه، كان أبويا، كان أخويا، كان يعني أسرتي، كان فأنا الحمد لله عمري ما حسيت إني أنا خدت قرار يعني غلط أو أندم عليه، أو حتى قلت لا لو كان كذا يا ريتني ما سويت كذا. ابدا ابدا كان قرار من داخلي، وكان قرار انا حسيت انه في مكانه.